فالمرأة تقاد للتضحية بالحب. المرأة إذا أحبت ضحت، لكن الرجل أحيانا إذا أحب لا يضحي، يحب نفسه أكثر، يحب نفسه أكثر. المرأة لا، إذا أحبت تضحي بكل ما تملك حتى تثبت حبها. لهذا نسمع دائما، نحن نسمع دائما أن النساء إذا فلانة انتحرت لأنها أحبت فلان، والله لما مات الفنان الفلاني انتحر فلان وفلان، انتحرت فلانة وفلان وفلانة، تضحي بكل شيء. لكن الرجل إذا أحب أهم عشق يفقد عقله، مجنون ليلى إلى النهاية يفقد عقله، نعم لكنهم قلة قلة. فالمرأة إذا حبت تخلص، وعلى قدر حب المرأة على قدر الكراهية، إن غدرها الرجل.